Una storia del ricordo non c'è la voglia. ده هنا الـ Pulse Modulation، ده شابتر جديد. الشابتر ده طبعا أهميته تكمن في إن هو بيتكلم على الـ Digital Modulation، فبالتالي هو لينك ما بين الأنالوج والديجيتال يعني. خليني دلوقتي ارسم لكم حاجة كده تيبل احنا اتكلمنا عنها قبل كده، بس هرجع لكم تاني. لو تفتكروا احنا عملنا التيبل دي قبل كده عن الكوميونيكيشن سيستمز، قلنا في تو كاتيجوريز مهمين اللي هي انالوج او ديجيتال، وال الفيرتيكال هنا كنا حطينا بيس باند او باند باس. انالوج بيس باند اشهر مثال ليه التليفون سيستم، وده ما بين التليفون في البيت والسنتر اوفيس. ده السنتر اوفيس، السيجنال هنا بتمشي انالوج بيس باند، ده فويس سيجنال اهي مع التايم. ديجيتال بيس باند او خلينا انالوج باند باس، دول امثله ليهم الاي ام والاف ام والبي ام، ودول خدناهم فاميليار بيهم دلوقتي. الديجيتال بيس باند دول زي الكونكشن ما بين الكمبيوتر مثلا والبرينتر. السيجنال هنا بتمشي ديجيتال، وزي ما شفنا او عرفنا قبل كده ان الديجيتال ده مش لازم 01، بس هو ممكن يكون اشهر فورم، او تمشي ديجيتال سيجنال كده. خلاص السيجنال دي ليها كذا طريقة للترانسميشن، يعني مثلا اللي مرسوم ده اسمه يوني بولر نون ريتيرن زيرو. لأن في فورم تاني إن ممكن يبقى بولر، يعني مثلا ده هنا 0 فولت بيمثل اللوجيك 0 و5 فولت بيمثل اللوجيك 1. ممكن يكون بولر. بولر زي ايه مثلا؟ بسمله يا مجدي، بسمله ايوه، تفتكري بولر زي ايه مثلا؟ البولر مش اللي عارف، مرسوم ده قلنا عليه ايه؟ يوني بولر. يوني بولر يعني دايركشن، اتجاه واحد. الباي بولر ان هيكون ممكن يبقى السيجنال
كلمة باي يعني ايه؟ ثنائية، ثنائي ممكن تبقى يبقى الاتجاهي. كده. طب هل تفتكروا في فرق ما بين ده وده؟ أكيد. يعني تفتكر مثلا فرق ايه يكون مهم يعني؟ ان هنا في دي سي كومبوننت، في افريج، ده يفرق في ايه؟ لو السيركت اللي انتم مستخدمينها فيها كاباستور مثلا، الكاباستور هيعمل ايه في الدي سي؟ هاي مش هيخلي يعدي، هيخلي يعدي. بالظبط كده، مش هيخليه يعدي. فلو انت مثلا بنعمل ديزاين لسيركت او لسيستم بولر يوني بولر او بولر، ناخد بالنا ايه من بعض الكونسيدريشنز، يعني ان هي مثلا هنا ما يكونش فيه كاباستور في النص. وفي فروق تانية، وفي طرق تانية للبيس باند ديجيتال ترانسميشن. خلاص، الانالوج بيس باند، ديجيتال بيس باند باس بقى اخر نوع دون. في تلات انواع موديليشن، زي التلات انواع اللي خدناهم في الانالوج، اللي هو الامبليتيود والفريكونسي والفيز. التلات انواع دول اسمهم امبليتيود شيفت كينج، ده مقابل للاي ام، وفريكونسي شيفت كينج مقابل للاف ام، وفيز شيفت كينج مقابل للبي ام. في الحاله دي بيبقى السيجنال موديليتد على كارير اهو، ده هنجيب كارير بس هو اسمه هنا ديجيتال. ليه بقى اسمه ديجيتال؟ علشان الـ يعني مثلا لو خدنا هنا كمثال الـ ASK اللي انا هرسمه دلوقتي، ASK في الحالة دي السيجنال هتبقى، لو هاخد نفس الباترن اللي احنا رسمناه فوق في حالة البيس باند 100110، فالامبليتود هنا بياخد تو فاليوز، فاليو اللي هي برضك زيرو وفاليو اللي هي الماكسيمم. فبص الاقي ان السيجنال هتتبعت كده، لما يكون في 1 هيبقى في كارير، ولما يكون في 0 لما يكون في 0 هيبقى مفيش كارير، وهكذا. خلاص، طبعا لما نتكلم على ديجيتال سيجنال هنا مش لازم باينري، هنا بس يعني هنا 0 مثلا فولت و 5 فولت مثلا بس. لو ممكن لو احنا اتكلمنا مثلا على 4 ليفلز، هيبقى الكارير دون هيبقى ليه 4 ديفرنت امبليتيودز. خلاص، كل امبليتيود بيمثل لوجيك او بيمثل ليفل معين، الزيرو قد يكون منهم، وممكن نزود مثلا 2 ليفلز كمان هنا، يبقى احنا عندنا ايه ديجيتال سيجنال ب4 ليفلز. خلاص، ده طبعا احنا اوريدي الانالوج طبعا مش هنتكلم عنه لان احنا اوريدي ايه خدناه باستفاضه يعني. فدول الثلاث انواع موديليشن. السيجنال اللي احنا ببعتها السورس قد يكون بطبيعته بيطلع ديجيتال سيجنال، خلاص، وقد يكون بطبيعته بيطلع انالوج سيجنال. لو هو بطبيعته بيطلع ديجيتال سيجنال زي الكمبيوتر مثلا، فالكونكشن ما بين الكمبيوتر والبرينتر هتبقى ديجيتال على طول. لو السورس بيطلع انالوج سيجنال، فهو في الحاله دي محتاج ان انا اعمل انالوج تو ديجيتال كونفرجن، انالوج تو ديجيتال تو ديجيتال كونفرجن. ازاي بعمل انا ديجيتال كونفرجن ده؟ حد يتوقع بعمله ازاي؟
دكتور ممكن مثلا ان انا باخد قيم معينه او باخد على حاجات سامبلينج تايم معين، باخد قيمه كل وقت معين. بالظبط كده. باجي للسيجنال. نعم معلش الصوت قطع. انا بقول بس يا دكتور ان احنا ناخد قيمه كل تايم معين. عشان نحولها من انالوج ديجيتال في الحقيقه لازم نعمل تو بروسيس زي ما زميلكم قال، لازم اخد عند اوقات معينه خلاص، ده اسمها سامبلينج، ناخد سامبلز عند اوقات معينه وكل سامبل باخدها عند وقت معين ده اعمل ايه فيها. البروسيس الثانيه ان انا اديها فولتج معين، ليها فاليو معين، فبالتالي ده اسمه كوانتايزيشن. لان انا لو خدت سامبلز عند اوقات معينه ستيل قيمه السيجنال عند الاوقات اللي انا خدتها دي ستيل انالوج، يعني ممكن تهت الانالوج سيجنال عند اي فولتج هاخده زي ما هو. لا انا مش هاخده زي ما هو، انا هقربه لاقرب فولتج، يعني مثلا الليفل ده اهو هقربه الليفل اللي فوق ماشي، الليفل ده مثلا هقربه الليفل اللي تحت بناء هو اقرب لمين. فبيبقى ايه اللي بيحصل؟ بيبقى فيه ثريشولد في النص هنا، ده 1 في ثريشولد. لو هو اقوى من الثريشولد هعتبره الليفل اللي فوق، اقل من الثريشولد هعتبره الليفل اللي تحت. طبعا هنا في انفورميشن لوست، فبالتالي محتاج ايه، مش هقدر ارجعها تاني، فمحتاج ادجست الكوانتايزيشن دون بحيث يدي يعني ايرور قليل، او يعني احنا بنعتبره هنا نويز. فدون دي الخطوه الاساسيه ان انا احول من انالوج تو ديجيتال. بعد ما احولها لديجيتال اتعامل بقى معاها كانها خارجه من ايه، من ديجيتال سورس من اصل. واضح؟ فده هو ده اللي احنا هنعمله في الجزء اللي باقي من الترم، يعني ان احنا نتكلم على الديجيتال سيستمز. طبعا هو الجزء بتاع الانالوج خد وقت، بس هو يعني هو الصراحه في تريد اوف ما بين يعني هو ده البيزك، يعني في تريد اوف ما بين ان احنا ناخد البيزكس والكومن سيستمز وان احنا ناخد يعني سيستم ثانيه بيزد عليها. فبالتالي ان شاء الله هنكمل الجزء ده على الديجيتال سيستم. فهناخد بقى البيس باند ترانسميشن ده ونشوف ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، ونشوف ايه انواع الترانسميشن ده. اديكم بس يعني معلومه بس هنا قبل ما نسيب السلايد دي، ان احنا عندنا مثال لي انا شفنا مثال طبعا ل التليفون سيستم كانالوج بيس باند. مثال اللي مثلا ده احنا شفنا طبعا الراديو والتي في، هنا شفنا البرينتر. هو حضرتك مثال هنا طبعا مشهور ايه؟ حضرتك بتكتب؟ كتبت الراديو والتي في اهو ماشي، شفتيهم؟ تمام يا دكتور. ظهر شكرا. طيب مثال للديجيتال باند باس، حد يقدر يقول ايه؟ معظم الكوميونيكيشنز اللي بوير زي اللي هي اليو اس بي واليو ارت والحاجات دي، صح؟ ايه مثال ليها؟ الانترنت. الانترنت هنا ده الكمبيوتر هو مثلا، وده من المودم. شفتوا بيستخدمين مودم؟ حد مستخدم مودم في البيت؟ ايوه دكتور. اي انت بتستخدم مودم؟ طب حد تاني مستخدم مودم؟ مين اللي مستخدم مودم؟ اللي قال يعني مستخدم مودم؟ يا دكتور مش المودم بيبقى جزء من الراوتر؟ بالظبط كده، المودم هو جزء من الراوتر. فدون
لما ما اقول في ممكن دي اس ال مودم او دايلاب مودم. الدايلاب ما اعرفش انتوا استخدمتوه ولا لا، اللي هو بتتصل برقم التليفون مثلا 3 7 او حاجه زي كده، وبالتالي بيكونكت المودم عند الاي اس بي، بس ده بيبقى بطيء يعني. وفي الدايلاب مودم انت ما بتستخدم لا اما بتستخدم الانترنت لا اما بتستخدم التليفون. الدي اس ال مودم دون بتستخدم الدي اس ال والانترنت. الفكره الاساسيه بتاعته اتفقنا ما خدنا الفريكوينسي ديفيجن مالتيبلكسنج مظبوط. هذا دكتور انا بعرف عليك كذا حاجه بعمل سامنج يعني، بعرف ابعت عليك كذا فريكوينسي في الفريكوينسي سبيكترا اللي هو بعمل له سامنج يعني، بعدين ارجع اعمل بس بند اسمها مالتيبلكس. فالفويس هنا بيبعت في الاول اهو، الفويس بيبعت زي ما هو ده كده الفريكوينسي سبيكترم بتاع التليفون لاين. ده التليفون لاين، تليفون لاين ويز دي اس ال. تليفون لاين ويز دي اس ال. لما يبقى التليفون لاين ويز دي اس ال بيبقى الفويس واخد الباند بتاع الفويس باندويث، والانترنت بقى بعمل لها ايه موديليشن بعد ال بعد الفويس على طول. ده كده الانترنت اهي خلاص. فبالتالي اقدر ابعت استخدم التليفون كفويس كول، وفي نفس الوقت باكسس انترنت. الدايلاب بقى حد يفتكر يعني يطرح الدايلاب بيعمل ايه؟ من الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي حد يقترح الدايلاب بيعمل ايه؟ حازم اشرف هاجر وليد. ايوه يا دكتور مع حضرتك. الدايلاب بيعمل ايه؟ هو انا لسه يعني لسه كنت داخله حضرتك لان الانترنت عندي قطع. طيب حسين محمود. ما اعرفش بصراحه يا دكتور. يعني بناء اللي احنا شرحناه هنا تفتكر الدايلاب بيعمل ايه؟ طب دي اس ال بيعمل ايه اللي احنا شرحناه؟ انا كنت شايف الحته اللي تحت، ثانيه واحده معلش. يعني قرب للمايك شويه لان الصوت مش واضح. تقدر تقول ولا في مشكله؟ طيب محمد علاء. محمد محمد موسى. يا دكتور تفتكر ده رب يعمل ايه؟ هو ده اكسس الانترنت يعني من المودم لل يعني من المودم للانترنت، ده مجرد اكسس بس. ليه لما بستخدم الانترنت باستخدام دايلاب ما
ما بقدرش استخدم التليفون. لا مش عارف بالظبط يا دكتور. طب تعرف تشرح الدي اس ال اللي انا شرحته من شويه بيعمل ايه؟ لا مش واخد بالي بالظبط يا دكتور معلش. ما انا شرحتها اوريدي. يعني هل ينفع كده تكونوا مش مركزين في المحاضرة؟ دكتور ممكن اجاوب؟ اتفضل. هو الفكرة في فكرة في موضوع الدايل اب ان انا ما بعرفش استخدم التليفون وانا بستخدم النت والعكس صحيح، والعكس صحيح يعني بالظبط زي ما انا بستخدم الباقة مثلا على التليفون وما ينفعش اتصل في نفس الوقت او العكس يعني ما ينفع وانا بتكلم تليفون ما ينفعش اشتغل بالنت عشان موجات التليفون اللي هو انا ساعة ما باجي اتصل المكالمة يعني ده بيكون انالوج والانترنت بيكون ديجيتال. ففكره الدايل اب هو كل الفكره ان انا يعني انا بخش اللي هو الميديم اللي هو الترانسفير بتاع يعني المكان اللي انا اللي هو السيرف اللي انا ببعت عليه اشارات فيا هبعت اشاره واحده ما ينفعش نت ما ينفعش ديجيتال او انالوج في نفس الوقت. طب ما دي سي ال كده الدي اس ال انا ببعت عليه لو انا بستخدم نت ببعت عليه ديجيتال بس بس ساعات بجيب كونفرتر. هو انا بجيب كونفرتر دكتور بتبعت عليه الديجيتال اللي هو الانترنت ترافيك دي بلس التليفون كمان مظبوط بس بستخدم يعني بستخدم واحد بس في نفس الوقت عشان كده لو عايز استخدم الاثنين بجيب كونفرتر عشان يوصل بجيب سويتش تقريبا اللي هو عشان يوصل لي سلكين مختلفين واحد للتليفون واحد للنت. السويتش ده اسمه ايه؟ كونفرتر دكتور انا بيتباع اسمه كده تقريبا. ما لا اسمه مكتوب اهو اللي هو الدي اس ال مودم. لا هو المودم حاجه والسويتش حاجه تانية. ده السويتش حاجه صغيره كده بيطلع لي سلكين بيخش لها سلك اللي هو السلك الرئيسي اللي جاي من الكابينه. قصدك انت لو عندك دي اس ال اللي لازم يكون عندك المودم ولا السويتش؟ لا لازم يكون عندي المودم. طيب يبقى السويتش ده وانا بستخدمه عشان اوصل اكتر من ديفايس جوه ولكن الاساسي هو الدي اس ال مودم. كلمه مودم اختصار ايه؟ هل الصوت واضح؟ انا سامع صوت الصوت. الصوت واضح ولا في مشكله؟ ايوه الصوت واضح. الصوت واضح علشان بس انا سامع صدى صوت. طيب الدي اس كلمه مودم اختصار ايه؟ موديليتور. دي موديليتور بالظبط بيعمل موديليشن ودي موديليشن للسيجنال اللي هيبعتها ودي موديليشن السيجنال اللي ايه هيستقبلها. وبالتالي في مودم الناحيه الثانيه عند الانترنت. المودم ده بيعمل ايه؟ بيعمل موديليشن للانترنت ترافيك عند فريكوانسي اكبر من الفويس رينج. عشان كده اقدر لو انا عندي دي اس ال اقدر اتكلم في التليفون واستخدم الانترنت الاثنين في نفس الوقت لان هم عامل لهم فريكوانسي ديجيتال مالتيبلكسنج. لو بصيت لي الدايل اب هرسمه لوحده هنا الدايل اب انترنت الدايل اب ايه اللي بيحصل فيه؟ الدالب اللي بيحصل فيه ده الفويس اهو ده الفويس وده الانترنت برضه يعني الاثنين في نفس الباند فبالتالي ده انترنت بيعمل موديليشن وكل حاجه بس الفريكوانسي رينج اللي بيستخدمه هو الفريكوانسي رينج بتاع الفويس. فعشان كده ما اقدرش استخدم الاثنين في نفس الوقت لان بيستخدم نفس الفريكوانسي رينج بتاع الفويس. الدالب ده الدالب يبقى لا اما استخدم انترنت دالب لا اما استخدم فويس كول. في حاله الدي اس ال الفويس رينج لوحده اهو اللي هو الاساسي
الانترنت ترافيك موديليتد بعد الفريكوانسي باند، بعد الفريكوانسي باند بتاع الفويس. في حد عنده اسئله؟ دكتور معلش، يعني هو الدايلاب والدي اس ال مودم يعني هما الاثنين بيشتغلوا على نفس الفريكونسي ولا فريكونسي مختلفه؟ عشان حاسس انا اتلخبطت. بس هو ده اللي انا لسه بشرحه دلوقتي، ان الدايلاب بيشتغل على فريكونسي باند بتاع الفويس. الفريكونسي باند بتاع الفويس اللي هو كام المفروض؟ بحدود 10 كيلو. اه 10 كيلو. 10 كيلو هرتز، ماشي. طيب فبالتالي الانترنت ترافيك بقى لما اجي بستخدم ببعتها عن طريق دي اس ال بيبدا من اول 20 كيلو، يعني بيسيب جزء للفويس كبير اهو، يعني 20 كيلو بالنسبه للفويس يعتبر جزء كبير لان الفويس لغايه 10 كيلو. والفويس كمان لما يوصل للسنتر اوفيس بيعمل له قط ل 4 كيلو كمان، اللي هو زي ما اتكلمنا على الفريكوانسي باندز بتاعه الفويس سيجنال. المهم بيبدا من 20 كيلو لغايه بقى ايه الباند ويدث بتاع التويستد بير او التليفون واير بتاعه، فممكن يبعت دي اس ال بداتا ريت اعلى. ليه؟ لان الباند ده هرسمه هنا، خلي بالكم بالاحمر تحت اهو، الباند ده اكبر من الباند ده. الدايلاب ملزوم ايه بالبند ده، واضح؟ دكتور في حد عنده اي سؤال؟ مفيش حاجه باينه يا دكتور في السلايد، مفيش حاجه باينه خالص. لا يعني مفيش حاجه اللي هو حضرتك لسه رسمه دلوقتي ما اتعملش، اللي هو الاحمر عندي الشاشه سوداء عماله مش عارف اشوف حاجه. طب هو شكلها كده الكونكشن فيها مشكله، لان انا برضك زي ما قلت لكم شويه سامع صدى صوت. إيه انتوا كده؟ انتوا كده شايفينها؟ لا لسه ما ظهرتش عندي يا دكتور. لا لسه يا دكتور. حضرتك قصدك اللي فوق على اليمين مش كده؟ ايه حضرتك قصدك الجراف اللي فوق على اليمين؟ لا اللي تحت. طب في جراف ظاهر، خلينا نعمل حاجه لان انا برضك حاسس ان الانترنت ان في مشكله في الكونكشن. يعني انا هضرب الكول دلوقتي دي وهنفتح السيشن تاني، ماشي؟ تمام يا دكتور. طيب هيديسكونكت وبعد كده كل واحد يلوجن تاني. موديليتد برضك بس في البند بتاع الفويس. في الدي اس ال موديليتد في بند اكبر من البند بتاع الفويس ابتداء من 20 كيلو يعني. فبالتالي يبقى ممكن اتكلم واستخدم الانترنت في نفس الوقت لان هما الاثنين معمول لهم فريكوينسي فيجن متبلكس. دكتور معلش، هو المفروض ان لما الانترنت يكون يعني في الدايل اب عنده الباند باس بتاعته باديه من حته شافت يعني عن اللي في الدي اس ال، ده بيأثر في سرعه النت وكده لما يكون الدايل اب ايه؟ يعني هو هنا مثلا في يعني في حته الدايل اب بيبقى في الرينج بتاع الفويس، انما في حته الدي اس ال احنا بنعمله مثلا من بدايه من 20، فدي حاجه اصلا ليها علاقه بس يعني بتاثر في السرعه ولا بس ملهاش علاقه يعني؟ طبعا بتاثر في السرعه، ان ده لاب ليميتد للبند بتاع الفويس. تمام. اللي هو باند ويدث صغير 10 كيلو، ولكن الدي اس ال الباند ويدث بتاعها اكبر. تمام. طب خلينا برضك اشرح لكم نقطه تانية مهمه. بس انت يا دكتور هي الدايل اب والدي اس ال دي طريقه ارسال بس، صح كده؟ طيب خلينا اشرح لكم النقطه دي لان يعني مهمه بالنسبه لكم انتوا قسم كمبيوتر. دلوقتي التليفون نتورك اسمها ايه؟ التليفون نتورك اسمها PSTN اللي هي public
سويتشين تليفون نت. البابليك سويتش تليفون نتورك دي عبارة عن السنتر اوفيسز اللي انت بتسمع عنها، مثلا زي سنترال عبدو باشا، سنترال عباسية وهكذا، بتبقى كونكتد ب تليفون سيت هنا، والسنتر اوفيس الثاني بيبقى كونكتد ب يعني او اليوزر الثاني اللي انت بتتصل بيه بيبقى كونكتد ب السنتر اوفيس بتاعه، وبالتالي البي اس ان نتورك اللي هي دي بتكونكت اليوزر ده باليوزر ده. الفويس، الفويس لما بيخرج هنا بيبقى 10 كيلو 10 كيلو هرتز، لما يوصل للبي اس ان نتورك بيعمل قط ل 3.4 كيلو. ليه بيعمل قط ل 3.4 كيلو؟ علشان التليفون نتورك فيها تليفون كولز كتيره. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، مثلا الراديو والتي في انت بتبعت عدد التشانلز محدود، يعني مثلا الراديو بيبعت مثلا ايه سي 20 30 تشانلز، لكن التليفون كولز ممكن يوصل مثلا في السنتر اوفيس الواحد لعشرات الالاف مثلا، خلاص. فتخيل النتورك السايز بتاع النتورك هيبعت عدد تليفون كولز كتيره في نفس الوقت، فعشان كده بيعمل قط ل 3.4 كيلو، خلاص. طبعا اللينك ما بين ده، اللينك هنا ما بين البيت والسنتر اوفيس ده اسمه لوكال لوب، وده بيبقى تويستد بير واير اللي بيوصل لكم البيت ده، تويستد بير واير دلوقتي طبعا فايبر لغايه بوينت معينه، وبعد كده بيتحول لتويستد بير. التويستد بير ده طبعا كالكتريكال كيبل، لو رسمت له السبيكترم بتاعه مع الفريكوانسي هنا هيبقى احنا شرحنا قبل كده ان هو يعني في كاباستنس وفي ريزيستنس، لان هو الواير بتاعته فيه امبيورتي وهكذا، فبيبقى كانه ايه، كانه لو باس فلتر بالشكل ده، يعني ليه فريكوانسي ماند معين. ده بالنسبه لللوكال لوب. الدايل اب بيعمل ايه؟ الدايل اب بيجي، الدايل اب بيجي اهو، ده البيت اهو مثلا او المكان اللي هو فيه التليفون، بيجي هنا اهو، بيجي هنا اهو امبارلل، ياخد كونكشن ل دايل اب مودم ويوصلها بالكمبيوتر، خلاص. ده كده ايه، دايل اب مودم. الدايل اب مودم اللي هو عنه اللي هو الديفايس ده، ده من قد يكون انترنال جوه الكمبيوتر نفسه او اكسترنال مودم يعني. طيب الدايل اب مودم ده بيكونكت مع مين؟ بيكونكت مع الاي اس بي هنا اللي هو الانترنت سيرفر بروفايدر، بيبقى عنده حاجه اسمها مودم بانك، لان هو طبعا انت عندك في البيت مودم واحد يوزر واحد، لكن هنا بيكون عنده مودم ايه، بانك. المودم بانك ده بيبقى فيه كونكشنز كتيره ليوزرز مختلفين، فبالتالي يبقى المودم بانك ده بيكون واصل بالبي اس تي ان عن طريق مثلا ايه مالتيبلكسنج تكنيك، مثلا كيبل واحد بيعمل مالتيبلكسنج للسيجنال دين، بس ده خاص ايه، يعني بيبقى كونكشن خاص بالاي اس بي الواحد. فالانترنت ترافيك بتمشي ازاي بقى؟ الانترنت ترافيك اهي بتمشي كده اهو، هرسمها بلون تاني. الانترنت ترافيك بتمشي كده اهي في السنتر اوفيس دين، وبعدين توصل لايه، للمودم بانك، لاي مودم من المودمز اللي هي موجوده في المودم بانك ده. فالسؤال هنا الباندويث هنا قد ايه اللي مستخدمينه؟ الباندويث اهو 3.4 كيلو، يعني اهو الباندويث 3.4 كيلو، لان انا ماشي جوه البي اس تي ان، ماشي. الدي اس ال ده كده دايل اب. الدي اس ال بقى بيعمل ايه؟ الدي اس ال هرسم نفس السيناريو ده اهو، ده التليفون اهو بتاع البيت اهو، وهنا ده البي اس تي ان اهي. ده البي اس تي ان
اللي بيحصل في الـ DSL ايه بقى؟ ان بيجي عند الـ البيت هنا لما بشترك في DSL، خلي بالك من النقطة دي، نقطة مهمة جدا. لما بشترك بالـ DSL، انت حد فيكم استخدم دايلاب قبل كده؟ متهيألي اه دكتور زمان، مش هو ده اللي هو 037 حاجة كده؟ اه بالظبط كده. كنت لازم تشترك ولا بتضرب الرقم على طول؟ بضرب الرقم على طول. بتضرب الرقم على طول. طب لما جيت بقى حولت الدي اس ال، لازم تشترك ولا بتعمل ايه؟ لا بنشترك طبعا. لازم تشترك. عارف انا لما بشترك هو بيعمل ايه؟ لما تيجي تشترك بيعمل ايه؟ بيجي في السنتر اوفيس هنا خلاص، بيشيل الكيبل ده، بيجي عند الكونكشن بتاعتك دي بيشيلها ويوصلها بديفايس تاني اسمه دي سلام. دي سلام اختصار كلمة دي اس ال، دي سلام دي اس ال مش فاكر ايه دي، انا عبارة عن ايه، مالتيبلكسر يعني. دي سلام دي اس ال حاجة مالتيبلكسر يعني. المهم يعني المالتيبلكسر ده بيعمل ايه؟ بيفصل الانترنت ترافيك عن التليفون ترافيك. فعشان كده انت هنا، هرجع فوق تاني، انا هرسم فوق، خلي بالكم الفويس هنا اهو لغايه 10 كيلو اهو، اللي هم دول ال 10 كيلو بتوع اللوكال لوب ده الفويس، وفي نفس الوقت بيستخدمه ل الديالوج. يبقى لا اما استخدم ديالوج لا اما استخدم فويس. في حالة الدي اس ال ادي ال 10 كيلو بتاعت الفويس لوحدها اهي ماشي. بيجي بقى الانترنت ترافيك يعمل لها موديليشن في بند اكبر. ايه اللي بيحدد البند الاكبر ده؟ اللي بيحدد البند الاكبر هو ال 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 البند ويدث بتاع التويستد بير. البند ويدث بتاع التويستد بير برضك، عشان احنا قلنا ان هو نتيجه الكاباسنس والاندكتنس بتاع الواير وكده. فانت لما تكون بعيد عن السنترار يبقى الافكت بتاعها كبير، ولما تكون قريب من السنترار يبقى ايه؟ الافكت بتاعها قليل. وبالتالي الباند ويدث اللي انا هرسمه دلوقتي ده اهو، اللي انا برسمه بالاخضر هنا تحت اهو، ده اول بيعتمد على ان انت قريب من السنترال ولا بعيد. ممكن لو واحد قريب من السنترال يبقى الباند ويدث بتاعه كبير اهو، واحد تاني يبقى الباند ويدث بتاعه ايه صغير، على حسب الواير كبير او صغير. خلاص، طبعا الهوريزونتال ده فريكونسي. فانت هنا ممكن واحد دي اس ال يقدر يوصل مثلا سي لغايه 4 ميجا مثلا وما يقدرش يزود. ليه؟ لان الكيبل بتاعه بعيد عن السنترال، فالكيبل بتاعه فيه ديستورشن نتيجه الكاباسنس والريزيستنس، فبالتالي بيليمت الباندويث. طيب تعال بقى نكمل حته ثانيه اللي هي اهو. اللي هي دي الدي سلام ده بيجي الكيبل بيتوصل كده، وبيقوم واخد بقى من الكيبل من الدي سلام برضك تويستد بير تاني يرجع للسنترال في نفس البوينت ايه. يبقى كده في الحاله دي عمل ايه؟ راح للدي سلام ده. الدي سلام هيفصل الاثنين، هيفصل الفويس والانترنت. الفويس هيرجعه تاني خلال الكونكشن دي، رجعت تاني خلال الكونكشن دي. الانترنت ترافيك بقى هيجمعها من ديفرنت يوزرز. انت مش اليوزر الوحيد على فكره اللي واصل بالدي سلام، يعني الدي سلام ده واصل بيه يوزرز كتير اهو. خلاص، وبعد كده بيخرج بقى فايبر طبعا الباند ويدث بتاعه كبير للاي اس بي. خلاص، وده السيرفر مثلا اللي انت ايه اللي انت عايز تكونكت ليه، او الانترنت عامه يعني. خلاص، يبقى انت ايه اللي حصل هنا دلوقتي؟ حد يقدر يسمرايز او يكونكلود ايه السبب بقى الاساسي ان الباند ويدث بتاع ان الانترنت ترافيك في الدي اس ال اسرع من الدايل اب؟ دكتور ممكن بس سؤال؟ نعم، عندي بس سؤال. اتفضل.
هو الـ ISP اللي هو مودم بانك ده اللي هو يعني اختار لي ايه، وهو ده اللي بيدي الـ IP للديفايسز ولا فاهم خلاص؟ تمام. يعني الـ ISP هنا المودم بانك ده يا دوبك بيعمل موديليشن ودي موديليشن، بس الـ ISP نفسه هنا في الـ IP addresses اللي هو بيديها لليوزر، وهنا الـ ISP ده اللي فيه الـ IP addresses اللي بيديها لليوزر عن طريق الديس لان. دي سلام اختصار دي اس ال اكسس مالتيبلكسر، اكسس مالتيبلكسر. طيب فبالتالي هنا الفكره الاساسيه بقى ان 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 الدي اس ال الداتا ريت بتاعها عالي. ايه هو حد يقدر يقول؟ هي الانترنت ترافيك هرسمها برضك بنفس اللون اللي رسمتها فوق. الانترنت ترافيك بتمشي كده اهي، تمشي كده اهي، تطلع بقى كده اهي على الاي اس بي. ده انترنت ترافيك. الفويس هرسمه برضك بلون تاني عشان نبقى هرسمه بال الفويس اهو. بص الفويس بيجي كده ينزل كده اهو، يدي سلام بيفصله ويرجع تاني للسنتر اوفيس ويوصل لليوزر التاني. ده الفويس فوق طبعا اهو، يمشي كده اهو، يمشي في السنتر اوفيس يوصل لليوزر التاني. طبعا الفرق الاساسي ايه بقى؟ ان الانترنت ده اليوزر التاني اهو. الفرق الاساسي ايه بقى؟ ان الدي سلام ده فصل الاثنين عن بعض، خد الانترنت ترافيك بعيد عن ايه بقى؟ شوف الرقم اللي هكتبه هنا كاتبه فوق. الرقم اللي كتبته ده دون ال 3.4 ده ليميتيشن لمين؟ ليميتيشن للبي اس تي ان نتورك، لان انا بستخدم نفس البند بتاع الفويس او بمشي في البي اس تي ان نتورك، فالترافيك اللي تمشي هنا دي ليميتد ل 3.4. لكن الدي سلام هنا عمل ايه؟ فصلهم، رجع الفويس تاني لل 3.4 دي مش فارقه معاه لان ده الفويس الاساس كده، وخد الانترنت ترافيك عن طريق فايبر للاي اس بي. وبالتالي لو تبص على الطريق بقى اللي بتاخده الايه الانترنت ترافيك ما بتعديش على البي اس ان نتورك، يا دوبك من الايدج، عشان كده اسمه اكسس مالتيبلكسر. ده اكسس بره كلمه اكسس، انتوا لما تاخدوا كمبيوتر نتورك كورس هتلاقوا فيه اكسس وفي كور. الاكسس ده اللي هو قبل ما تخش على الكور نتورك، يعني الكور نتورك اللي هي السويتشز او الراوترز اللي في الباك بون نتورك، والاكسس ده اللي من بره اللي هو بيجمع اليوزرز من بعض. هل كده واضحه ولا لا؟ معلش يا دكتور، يعني هو كان في الدايل اب ده قبل كده النت كان دي نفس الباندويث بتاع الفويس كول بس اللي هو 3.4 كيلو هرتز، ودلوقتي بقى مخصوص بالظبط عشان كده انت في الدايل اب كان اكبر باندويث او داتا ريت تستخدمه كام المودم اللي هو 3.4 كيلو هرتز؟ لا المودم كنت بتستخدم له هنا المودم الدايل اب مودم، هكتبها بلون تاني. الدايل اب مودم ده كان بدا من ب 7 كيلو بيتس بير سكند، بقى 14.4 خلاص، لغايه اكتر حاجه وصل لها 56.6 كيلو بيتس بير سكند. ده الدايل اب اللي انت كنت لما تضرب 0 3 سبعات او تفر الرقم اللي كنت بتضربه، دي اكتر سرعه كنت توصل لها خلاص. هنا ممكن توصل لغايه كام الدي اس ال؟ من 256 كي كيلو بيتس بير سكند لغايه كام؟ لغايه 100 ميجا بيتس بير سكند. ده كله بيعتمد على ايه؟ على الكيبل بتاعتك بتاع اللي ما بين اللي هو اللوكال لوب اللي احسن منها اللوكال لوب هنا ده، انت قريب ولا بعيد عن السنترال، ويقدر يبعت داتا ريت قد ايه. وبرضك عشان يزودوها عملوا حاجه اسمها فايبر تو ذا هوم. اللوكال لوب دي اتقسمت جزئين،
جزء فايبر لغايه اقرب حته مثلا لشارع او لحته لمكان ما يقدر يجمع فيه لوكال لوبس. وبالتالي اللوكال لوب بدل ما بقت تتجمع عند السنتر اوفيس بقت تتجمع قريب شويه من ايه من البيوت يعني. الكلام واضح ولا لا؟ فبعد ما استخدموا فايبر تو ذا هوم الريت كبر لغايه 100 ميجا يعني. الاول كان مثلا لغايه ايه مثلا 4 ميجا حاجه زي كده يعني. حد عايز يسال في دي؟ انا عندي سؤال يا دكتور. اتفضل. معلش هو 3.4 كيلو هرتز ديت بتمثل ايه بالظبط؟ ال 3.4 كيلو هرتز ده بتمثل الباندويث اللي مخصص لكل تليفون كول هنا. ليه بقى؟ خليني اسالك سؤال. انت اللوكال لوب دي من هنا لهنا دي بتاعت اليوزر ده بس صح؟ ولا في يوزرز تانية مشاركين فيها؟ بتاعت اليوزر ده بس. ماشي. اللينك ما بين السنتر اوفيس ده والسنتر اوفيس ده اللينك ده بتاع اليوزر ده بس ولا في كتير مشاركين فيها؟ لا في كذا واحد. دي بقى ده اسمه ترانك. ده كده ما بين السنتر اوفيس والسنتر اوفيس ده تكنيكال اسمه ترانك. هنا في يوزرز كتيره مالتيبلكسد مع بعض ما بين السنتر اوفيس ده والسنتر اوفيس ده. الترانك الثاني ده في يوزرز ثانيه مالتيبلكسد بيه على حسب المكالمه رايحه فين. دي نتورك خلاص. فلو احنا بصينا على اللينك ده اللي هو سميناه ترانك هنا كل يوزر او كل تليفون كول لازم تحدد لها باندويث معين. ليه؟ لان انت هنا بتعمل ايه؟ بتعمل فريكوينسي ريجن مالتيبلكسنج برضه. واخد بالك؟ بتعمل فريكوينسي ريجن مالتيبلكسنج لتليفون كولز مختلفه. فلازم ابصرهم عن بعض فاعمل سام تايب اوف مالتيبلكسنج يعني اللي احنا خدناه فريكوينسي ريجن مالتيبلكس. فانت ممكن هنا تعمل فريكوينسي ريجن مالتيبلكسنج هتدي كل يوزر قد ايه؟ هني برضك ارسم لك عشان تبقى واضحه. ارسمها بالاحمر احسن عشان يبقى نفس اللون. في اللينك ده ادي الفريكوينسي اهو هتلاقي كل تليفون كول ليها باندويث 3.4 كيلو. وفي الحقيقه في 0.6 جارد باند وبالتالي يبقى في الحاله دي 4 كيلو. كل يوزر ليه 4 كيلو هرتز في الترانك ده. لما الكول ده تخلص قفلت المكالمة مثلا بيبقى الباند ده افيلبل لايه لمكالمة تانية. واضح؟ تمام. عشان كده انت الليميتيشن اساسا مش جاي من اللوكال لوب او الكونكشن ما بينك وبين السنتر اوفيس. لا جاي منين؟ جاي من ان انت الترافيك نفس الانترنت ترافيك بتمشي في البي اس 10. الليميتيشن جاي من البي اس 10 نتورك يعني. لكن هنا بقى عمل ايه؟ هرب منها. حطوا ديفايس اسمه دي سلام وفصل انترنت ترافيك قبل ما تخش على البي اس 10 في الاكسس بره عشان اسمه كده دي اس ال اكسس مالتيبلكسر. خد الانترنت ترافيك على اوبتيكال فايبر كيبل للاي اس بي. الديفايس ده موجود في السنتر اوف. كل سنتر اوفيس فيه ديفايس لكل شركه دي اس ال اللي هو دي سلام ده خاص بال. عشان كانت في ناس مثلا تيجي في منطقه ما تيجي تشترك مثلا دي اس ال مع شركه يقول لهم لا احنا ما عندناش كونكشنز ويجي يشترك مع شركه ثانيه يقول له ليه؟ لان كل شركه ليها الدي سلام بتاعها. فالشركه اللي عليها اقبال كبير مثلا او الدي سلام بتاعها صغير بيتملي بسرعه. لان انت هنا في فيزيكال كونكشن لكل تويستد بير جاي من ايه؟ من اليوزرز. فده ليه سايز برضك محدود يعني. واضح الكلام ده ولا لا؟ تمام يا دكتور. طيب احنا بقى دلوقتي نرجع بقى للسلايد دي. احنا دلوقتي هنبدا في ايه؟ هنتكلم على الديجيتال وال عامه كده قاعده تاخدها ان بستخدم بيس باند ديجيتال ترانسميشن لما بيكون الكونكشن قصيره اللينس بتاعها فيزيكالي قصير.
يعني مثلا ما بين الكمبيوتر والبرينتر مثلا، لما يكون ديستنس كبيره زي مثلا ما بين البيت والسنتر اوفيس، في الحاله دي بعمل ديجيتال موديليشن. خلاص، فخلينا دلوقتي نبدا بقى ايه اللي هو البالس موديليشن. البالس موديليشن هنا هنبدا نعمل البروسيس بتاعه السامبلنج والكوانتايزيشن اللي احنا لسه متكلمين عنهم دلوقتي. فنمشي خطوه خطوه، او السامبلنج اهو اتكلمت عليه من شويه، والكوانتايزيشن هنشرحه بقى بالتفصيل. لما نعمل السامبلنج هنطلع ب ديجيتال سيستم اسمه بان بالس امبليتود موديليشن. لما نعمل كوانتايزيشن هنضيف عليها بروسيس اسمها كودينج، ونطلع بسيستم تاني اسمه بالس كود موديليشن، وده اشهر سيستم موجود. وهنشوف الايفكت ايه بتاع النويز از وي جو، وبعد كده هنشوف سيستم شبيه لسيستم خدناه قبل كده اسمه تايم ديفيجن مالتيبلكسنج. فاكرين في السلايد اللي فاتت، ارجع لكم كده، فاكرين هنا قلت لكم ايه؟ قلت لكم هنا في اي نوع من المالتيبلكسنج، يعني فهو هنا في تايم ديفيجن مالتيبلكسنج، وفي فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، ده اللي احنا خدناه. هناخد برضك هو بيقسم الفريكوانسي على اليوزرز المختلفين او على السيجنالز المختلفه. هنا بيقسم التايم، تايم ديفيجن مالتيبلكسنج. واضح ولا في حد عنده يسأل؟ طيب هنيجي هنا للسامبلنج بروسيس. زي ما قلنا ان احنا علشان نحول من انالوج ديجيتال محتاجين تو بروسيس، ان احنا ناخد السيجنال عند اوقات معينه، وبعد ما ناخدها نعمل لها كوانتايزيشن. انا في جزء كنت هشرحه هنا اوريدي شرحته في السلايد الاول، سلايد اللي هو ده اهو اللي هو ده. عشان نحول من انالوج ديجيتال محتاجين سامبلنج ومحتاجين كوانتايزيشن. فتعالى نشوف البروسيس الاولانيه اللي هي بتاعه السامبلنج دي. اهي شايفين السلايد دي؟ اللي هي فيها جي اوف تي وفيها سامبلز تحت. طيب اللي بيتعمل هنا بيجاب سيجنال اسمها سامبلنج سيجنال. ماشي، السامبلنج سيجنال دي زي ما كنا في الانالوج موديليشن، هو طبعا ده بيس باند وكل حاجه، بس بقرب لك الانالوج موديليشن، ان احنا بنجيب كارير، هنا بنجيب سامبلنج سيجنال. السامبلنج سيجنال بتبقى عامله كده، سامبلز او بولسز اهي. خليني اخد جايد من لان احنا الاخر هنوصل للرسمه اللي تحت، فاخد جايد بس من تحت هنا. طيب بيبقى هنا في سامبلنج سيجنال اهي، ده بكونستنت امبليتيود طبعا، والتايم بتاعه ده تي اس سامبلنج. فباجي بضرب الاثنين دول في بعض. لما اضرب الاثنين دول في بعض ايه اللي بيحصل؟ ان كل امبليتود هنا بيهت الامبليتود ده في قيمه اهو لما بضربهم في بعض. يبقى انا كده بس مجرد ان بضربهم في بعض بيطلع لنا الشكل اللي تحت ده. كل واحد الهايت بتاعه بيعتمد على السامبل دي هيت الاوريجينال سيجنال الانالوج في انهي حته. طيب لو انا عندي دي سامبل سيجنال بقى اللي تحت دي sampled signal، السؤال بقى هل اقدر ارجع السامبل سيجنال تاني دي للاوريجينال سيجنال ولا لا؟ حد يقدر يقول؟ لا
يعني المفروض مستحيل يا دكتور، في داتا خلاص وقعت يعني، يعني ممكن تطلع ابروكسيميشن بس مستحيل تطلع زي ما هي بالظبط. طيب حد تاني عنده راي تاني؟ زميلك بيقول ان هي مستحيل لان في داتا لوست اوريدي. دكتور ممكن اعمل زي ممكن اعمل زي الانفلوب ديتكتور اللي هو ساعه ما باجي اعمل الكباستر اعمل تشارجنج وديسشارجنج، اللي هو كل ما اقلل السامبل السامبلنج تايم فيعني هعرف اديتكت اللي هو الانفلوب الاصلي. يتوصل دول لبعض يعني. طيب حد عنده راي تاني؟ ده ابروكسيميشن برضه. انا بتهيألي يا دكتور مش هينفع اوصلهم ببعض لان انا مش متاكد من البيهيفيور اللي بين كل بالص والتاني. ما انا هاخد بقى السامبلز كتيره واستيل ان هو برضك مش يعني مهما قطرت هيبقى في البيهيفيور في النص مش متاكد منه يعني. هو اظن يا دكتور في حاجه اسمها ديجيتال تو انالوج كونفرتر يعني. بس في حاجه اسمها ديجيتال تو انالوج كونفرتر بس انا مش فاكر قوي انترنالي متكونه من ايه يعني او ايه الفكره بتاعتها. طيب خلي بالك احنا لسه ما حولناش ديجيتال لسه، يعني الفاليوز دي انالوج. طيب هقول لكم بقى حاجه، فاكرين لما يعني اتكلمنا في اول الترم وكان اوفر فيو عن الفوريير، قلنا الفوريير ليه فائدتين اساسيتين، ايه هما؟ زي اي ترانسفورميشن يعني ليه فوائد، هما فائدتين اساسيتين. الفائدتين الاساسيتين دول ايه؟ اول فائده ان هو بيسمبليفاي كومبلكس ماثيماتيكال بروبلم، انت مثلا بتجيب لابلاس ترانسفورم او فوريير ترانسفورم وبتحل بيه ايكويشنز وكده تكون صعبه في التايم دومين. الحاجه الثانيه ان هو بيديك فيزيكال مينينج، فتعالى كده نبص الكلام ده اللي هو اللي انا رسمته تحت بعض ده، نبص ناحيه الشمال شويه. ناحيه الشمال هتبص هتلاقي ده فوريير ترانسفورم اهو، السيجنال اللي هبعتها اللي هي الانالوج هنا لازم يكون باند ليميتد للباند ويدث ده. الشكل ده احنا فاميليار بيه. تعالى بقى نجيب الفورير بتاع ايه الامبولس، هرسم هنا مع الفريكوينس اهو، وهنا ده اهو مع ايه ده السامبل سيجنال لما اجيب لها فورير مع الفريكوينس. حد يقدر يقول لي الفورير ريبريزنتيشن بتاع السامبلنج سيجنال دي عباره عن ايه؟ اللي هي stream of impulses لو انتوا خدتوها في فورير السنه اللي فاتت. هتبقى ارقام كونستانت يا دكتور. بالظبط، مش رقم كونستانت ولا سامبلز برضه كده ولا impulses كده؟ لا كونستانت بالعرض. كونستنت بالعرض على فكره، انت كلامك صح بس لو هي امبلس واحده، انما هنا ستريم اوف امبلسز يعني مثلا فاكرين اللي هي السنجل بلس دي ان سينك صح ولا لا؟ لما يكون ترين اوف امبلسز يعني زي الكلوك او كده بيبقى سينك برضك بس ديسكريت. فهي في الحقيقه الفريكوانسي ريبريزنتيشن بتاع السامبلنج سيجنال ده برضك هرسمه هنا، هاخد جايد من تحت لان هو هنضطر نلينك ده فبالتالي الفريكوانسي ريبريزنتيشن بتاع البالس دي عباره عن هي برضك ايه بالس اهي ده اف اس هنا ده 1 2 اف اس ماينس اف اس وده 0. الاف اس طبعا بيساوي 1 اوفر تي اس. فالترين اوف امبلسز هنا هو ترين اوف امبلسز برضك في الفريكوانسي دومين. طيب هسالكوا سؤال، انتوا برضك خدتوه في كورس السيجنالز، لما بعمل مالتيبليكيشن في التايم دومين هو عباره عن ايه في الفريكوانسي دومين؟ كونفوليوشن. وتدخل معاه بروبرتي ثانيه اللي هي السوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن هنا لو عندي اكتر من سيجنال اعمل كونفوليوشن مع كل واحده لوحدها. فبصيت تبص هنا يبقى انا لما هضرب دي في دي لما هضرب دي الاثنين دول في بعض كمالتيبليكيشن في التايم دومين ففريكوينسي دومين هعمل كونفوليوشن ما بينهم. فانا هعمل كونفوليوشن ما بين دي والامبلس اللي هنا وكونفوليوشن ما بين دي والامبلس اللي هنا وكونفوليوشن ما بين دي والامبلس اللي هنا، هيطلع لي الشكل اللي تحت ده. واضح ولا في حد عنده يسأل فيه؟
يبقى ده كده الفورير ترانسفورم. دكتور انا عندي سؤال. ايه طب هي يا دكتور هي مش الكونفليوشن دي المفروض ان انا يعني بجيب ال لا ثواني نسيت ان انا بعمل الكونفليوشن مع امبلس. الكونفليوشن مع امبلس هو ايه؟ هو السيجنال اللي احنا عندنا دي بس عند الامبلس صح؟ اهو فانا عندي امبلس اهي، يبقى هرسم دي هنا اهو وارسم دي هنا اهو وارسم دي طبعا هنا عند كل امبلس هرسمها، هيطلع لنا الشكل اللي تحت ده. هيطلع لنا الشكل اللي تحت ده. بس يا دكتور انا عندي سؤال اسال حضرتك، بس سؤال. اتفضل. وانا دلوقتي عشان يطلع لي الشكل اللي هو بتاع الجي اوف اف اللي هو الخمس مثلثات ده، مش لازم تكون الاف اوف اس اكبر من 2 دبليو عشان ما يحصلش اوفرلابنج؟ بالظبط ده الكونديشن اللي هناخده بقى. ده انت كده اوريدي مظبطها ان هي هتكون اكبر من 2 اوميجا يعني. بالظبط. بالظبط. 2 اوميجا دي جت منين؟ 2 اوميجا دي جت منين؟ عشان عندي اف اوف اس ناقص اوميجا اكبر من اوميجا. هو دي الاوميجا هنا. في دبليو هنا اهي ودي دبليو ودي دبليو. هي دبليو مش اوميجا بس سميها هي دبليو. فبالتالي الاف اس يكون اكبر من اكبر من اكبر من 2 دبليو. ده فعلا كده. لو حصل ان اف اس اقل من 2 دبليو زي ما تشوف دلوقتي مش هينفع اللي انا بعمله ده. طب لما الاف اس يبقى كبير يبقى تي اس صغير ولا لا؟ لما الاف اس ده يبقى كبير يبقى تي اس صغير ولا كبير؟ هو اكيد يا دكتور الاف اوف اس بيكبر فالتي اس بيصغر فكده بقى السامبلنج تايم. يعني هنا التايم ده يقربوا من بعض. فالسؤال الاساسي بقى اللي كنت يعني من البدايه قد ايه سامبلز كفايه؟ انا قلت لك نكترهم. كل ما نكترهم ايه اللي هيحصل؟ كل ما نكتر الاف اس هتزيد. يعني لو انت كبرت ال لو كبرت الاف اس هتلاقيها عامله كده. لو خدت الاف اس كبيره اهو، لو هنا الاف اس ايه الاف اس كبيره لو كبرتها ادي دبليو وهنا دي دبليو اهي، يبقى في جاب كمان زياده. خلاص طبعا الجاب دي هنحتاجها ولا لا؟ وانا كده احتاجها يا دكتور عشان اعرف اعمل اسميه، عشان اعرف اعمل اللي هو دي موديريشن. لا عشان اعرف افصلهم عن بعض البند. بس بص هفصلهم ازاي بفلتر اهو. عشان الرايتنج ايدج والفورنج ايدج يعني هنا فوق هنا لازم محتاج ايه شارب فلتر، ومفيش حاجه اسمها شارب فلتر بالشكل ده. فانت كل ما تزود الاف اس كل ما يحصل ايه؟ كل ما يديك براح اكتر في الرايتنج ايدج والفورنج ايدج بتاع الفلتر ده، هو اللو باس فلتر. يبقى قدرت ارجع سيجنال تاني ولا لا؟ مظبوط يا دكتور. قدرت. قدرت ارجعها تاني. مش بقى هقدر اوصل دول ببعض وكده ويبقى في ايرور يعني او ديستورشن في النص ما بينهم، ولكن اقدر اوصلهم فعلا ايه ارجعه تاني زي السيجنال الاصليه، فهترجع تاني للسيجنال اللي فوق. يبقى كده فهمنا الكونسيبت ده من الفريكونس دومين من فوريير. خلاص لكن من التايم دومين ما كنتش قادر تفهمها خالص. طيب هو بس هنا كونديشن اهو زي اللي زميلكم قال ان الاف اس يكون اكبر من 2 دبليو. طبعا ان يكون من الاصل ان هي ان الام اوف تي او جي اوف تي يعني باند ليميتد لدبليو. الكونديشن ده اسمه نايكوست كرايتيريا ان السامبلنج ريت اكبر من 2 الباند ويدث بتاع السيجن. واضح؟ طيب هيبقى بس مشكله بسيطه وهنحلها دلوقتي. هل براكتيكلي اقدر اجنريت امبولسز بالشكل ده؟ يعني اجنريت سيجنال كبيره ببيز اولموست زيرو؟ براكتيكلي طبعا لا. ولكن في الحاله دي عملوا بقى سيستم اللي هو اسمه ايه؟ اسمه pulse amplitude modulation.
بارس امبليمنتيشن في الحاله دي هستخدم سيجنال ليها ويتس ايه مش زيرو مش امبلس، هستخدم بالسز مش امبلسز. طيب هنا بس في رسمه عديناها، لو الاف اس صغير ايه اللي هيحصل بقى؟ هيحصل اوفرلاب. يعني بص الشكل ده، دي سيجنال اهي، دي اللي هي دي، خلاص لما تيجي تتكرر تاني حوالين الاف اس هرسمها بلون تاني اهو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا اول لما بينهم، عشان كده الاف اس يكون اكبر من 2 دبليو، يبقى لو اصغر من 2 دبليو هيحصل اوفر لاب. ده طيب تعال بقى نشوف البام اللي هو اول سيستم احنا هنتكلم عنه. احنا قلنا هنتكلم عن اثنين سيستم اساسيين، اللي هو البام اللي هو بارس امبليمنتيشن ميديشن، والبي سي ام اللي هو بارس كود ميديشن. ده اول سيستم اللي هو بارس امبليمنتيشن ميديشن، ان انا بعمل موديليشن للامبليتيود. هرجع تاني ارسم نفس الرسمه اللي احنا رسمناها قبل كده، هاخد جايد اهو واقول هنا دي السامبلنج سيجنال. بس السامبلنج سيجنال هنا هجيب سامبلنج سيجنال براكتيكال، ممكن ايه براكتيكال ممكن اعملها جينيريشن. سامبلنج سيجنال في الحاله دي مش هتبقى ستريم اوف امبلسز، ولكن هتبقى ستريم اوف بلسز. ايوه طبعا بكونستنت امبليتيود وكونستنت ويدث اهو، هنسميه مثلا تاو، والتايم ما بينهم تي اس. طيب اقدر افهم الكلام ده ازاي بقى؟ بردك هجيب الفريكونسي ريبريزنتيشن بتاعهم بقى. الفريكونسي ريبريزنتيشن بتاع جي اوف اف كابيتال جي اوف اف اهي، باند ليمتد لباند ويتس دبليو، ده ماينس دبليو. حد فاكر بقى الفورير ترانسفورم بتاع البولسز يترسم ازاي؟ هو تقريبا يا دكتور كان بيبقى على شكل سينك. ايوه سينك بس كنت ديسكريت. مظبوط. ليه بقى؟ السينك بولس هيدينا سينك كونتينوس، فهنا هيبقى على شكل سينك ديسكريت. فانا هرسم ايه الجايد بتاعها كده اهو، خلاص. بس القيم نفسها عند مالتيبل من الايه من الاف اس. خلاص هتبقى امبلس هنا وهنا اهي وهكذا. خلاص لما اضرب دول في بعض، لما دي ودي اعمل هنا مالتيبليكيشن. دي لو كنت تحسبوها ان هي غلط او حاجه، لما اضرب الاثنين دول في بعض، لما اضرب دول الاثنين دول في بعض هيديني ايه؟ هيديني اللي تحت دي، اجيب لها الفوريير ترانسفورم زي ما نفس الفكره اللي عملناها في الامبلسز، ان احنا هناخد convolution مع كل امبلس هنا، فبالتالي هتبقى حد يقدر يقول لي الاوت هرسمه ازاي هنا؟
مستطيلات يا دكتور، بس على حسب اسميه، على على حسب الماجنيتيود. اه بالظبط. طبعا الوش ده دبليو، طبعا الوش ده دبليو بتاع كل بتاع كل. وهنا اهو واضح. صح. كان سؤال ايه؟ ممكن سؤال بس، هو لو دي سينك فمش المفروض ان هي عند الـ عند الايفن فاليوز بتبقى بزيرو، فمش هيطلع عندي فاليوز عند الايفن؟ ما ده بيعتمد على بيعتمد على 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 كذا حاجه. اول حاجه ان البارس دي سيمتريك، يعني السنتر هنا يعني ال ال ان هي ايفن ولا اود، دي حاجه. وبعدين بيعتمد برضك على الريشيو ما بين التاو والتي اس. خلي بالك ان هو كان لما التاو لما كان التاو نص التي اس، كان الزيرو ده او النول ده عندي تاني واحده، فكان عندنا الاود بس والايفن مش موجود. يعني النال اللي هو بتاع السينك ده كان بيجي عندي 2 اف اس. هو ده كان في حاله ايه يعني؟ كان امتى بيجي؟ معلش ما سمعتش. لما التاو تبقى نص تي اس. تمام ماشي شكرا. طيب فدلوقتي هنا فاصبح دلوقتي اعمل ايه بقى عشان افصلهم؟ محتاج برضك ايه؟ لو باس فيلد. فالسيستم ده براكتيكال ولا مش براكتيكال؟ ده براكتيكال ممكن يتعمل، ده اسمه بام بقى بالس امبليتود موديليشن، والسيستم ده موجود ومستخدم يعني. طيب اعتقد احنا طيب ان احنا ناخد بريك بس ايه، هنشوف بس ال ال البام ترانسميتر بيتعمل ازاي. حد يقول لي الترانسميتر عباره عن ايه؟ بصوا انا هاخدها سيمبل كده، ان الترانسميتر عباره عن هنا ام اوف تي او سميتوها جي اوف تي، مفيش مشكله. ده السامبلنج سيجنال اهي، سامبلنج سيجنال عباره عن ملتبلاير بس، والاوت هنا يدينا بام. الريسيفر يعني انا هاخده برضك سيمبل، الريسيفر اللي هو عباره عن لو باس فلتر بس، ده بام لو باس فلتر. يعني سيبكم اللي تحت الايكوالايزر وكده، بس هو ده لو باس فلتر، وهيخرج هنا المفروض ام اوف تي. حد عنده اي سؤال؟ معلش عندي سؤال في السلايد اللي فات. اه اتفضل. هو انا كده في الرسمه بتاعت السينك، انا رسمت السينك بتاعت الاولانيه بس اللي هي اللي في النص، ولا دي عباره عن كل النص؟ الرسمه بتاعت ايه؟ بتاعت السينك. اه ديت فور ترانسبورت بتاعت البلس اللي في النص ولا ايه؟ اه لا مش بص هو انت عندك هنا دي المفروض ترين اوف بالس زين دي المفروض تجيب لها فورير سيريز، يعني دي لوحدها كده بيريودك سيجنال، مش بتاعت كل واحده لوحدها، يعني مش دي بتاعت دي سيجنال. انتوا خدتوا اربع كيسز فورير صح، اللي هي بيريودك ونام بيريودك وكونتينوس وديسكريت، فده الفورير بتاع السيجنال دي على بعضها كفورير سيريز. تمام. مش كل بارس بجيبها لوحدها. واضح؟ تمام واضح. نعم؟ تمام تمام. هو بس الصوت بتاعك ضعيف شوية. هل في أسئلة تانية؟ طيب في other forms of pulse modulation، دي هناخدها بعد ما ناخد بريك ان شاء الله.
علينا دلوقتي ناخد بريك ربع ساعة ونرجع تاني. طب معلش يا دكتور سؤال بس صغير. اتفضل. وانا ايه اللي خلاني اتجه لان انا ابقى بالس مش امبلس؟ ايه اللي كان مش كويس في الامبلس عشان ابقى محتاج بالس؟ الامبلس مش هتقدر تعملها جنريشن براكتيكلي. انت هتعمل جنريشن لبالس ليها بيز ويتس معين تاو مش زيرو. تمام. يعني مش ما كانتش مشكله في السيجنال على قد ما مشكله في الامبلمنتيشن، يعني ان انا مش عارف اعمل. تمام. هنبدأ هنا نتكلم على other type of pulse modulation. احنا اللي شفناه دلوقتي في المحاضرة اللي فاتت ان احنا عندنا train of impulses او train of pulses sorry. وسمينا دي sampling signal. كان ليها امبليتود ايه كونستانت. كان ليها امبليتود كونستانت وبرده كان ليها بيريود كونستانت سميناها تي اس وبالس ويدث كونستانت اسمه تاو. فالثلاثه بارامترز دول اللي هو الامبليتود والتي اس والتاو دول كورسبوندنج للثلاثه بارامترز اللي شفناهم في الكارير. بس التاني كان سينسوريال سيجنال لو امبليتود وفريكوانسي وفيز. هنا برضه ليها ثلاثه بارامترز. احنا كل اللي عملناه دلوقتي غيرنا في الامبليتود. فالسؤال هنا هل ممكن نغير في الويتس ده بحيث يبقى بروبورشنال للسيجنال، وممكن نغير في الستارتنج تايم ده او في الويتس ده بحيث يبقى بروبورشنال للسيجنال ولا لا؟ هم دول الاذر تايبس اوف موديليشن. يبقى احنا خدنا يعني واحد منهم اللي هو الامبليتود، غيرنا الامبليتود بتاع السامبلينج سيجنال بحيث يبقى بروبورشن للامبليتود بتاع ام اوف تي البيس باند سيجنال. هنشوف دلوقتي تو تايب ثانيين اهم. في الاولاني اسمه ده طبعا اللي فوق دي ام اوف تي ودي واللي تحتها السامبلينج سيجنال. الاثنين اللي تحت بقى اللي هو بالس ديوريشن موديليشن، واللي تحت خالص ده اسمه بالس بوزيشن موديليشن. طبعا البالس ديوريشن موديليشن والبالس بوزيشن موديليشن الاثنين دول بيتعاملوا مع التايم. ففي كومن تيرم ليهم هما الاثنين مع بعض اسمه بالس تايم موديليشن. بالس تايم موديليشن هنا بينقسم لجزئين. ان انت بتتحكم في الويتس او الديوريشن. البالس ديوريشن موديليشن ليه اسم تاني، ليه اسم تاني دارج بردك اسمه بالس ويتس موديليشن اللي هو اختصاره بي دبليو اي ام. احنا عندنا دلوقتي عشان بس ما يتلخبطش، عندنا بالس تايم موديليشن بيتقسم ل بالس ديوريشن موديليشن او ممكن نسميه بالس فريكوينسي موديليشن، وده كده بي تي ام بالس تايم موديليشن، او بالس بوزيشن موديليشن. دول التو تايبس اللي احنا ايه هنشوفهم. احنا شفنا الموديليشن في الامبليتيود بس. هل الرسم واضحه ولا محتاجه توضيح؟ الرسم واضحه مع عندكم؟ ايوه يا دكتور واضح. لا انا مش قصدي واضحه كشكل، واضحه كفهم يعني. دكتور معلش بس عندي سؤال. اتفضل. هو مش احنا المفروض التاو دي هنحطها او فرضناها ان هي تبقى approximately equal zero على اساس ان هي impulse يعني،
فاحنا هنحاول، احنا عايزين نعمل البولس دي نخليها امبلس عشان نقدر نشتغل عليها. فقلنا ان احنا نفرض ان هي حاجة صغيرة، يعني مش هتبقى حاجة كبيرة، يعني مش هتبقى تاو كبيرة او كده، ولا انا فاهمة غلط؟ لا، صغيرة أو كبيرة دي حاجة تانية. إن لما ناخد التايم ديفيجن مالتيبلكسنج هنفهمها أكتر. إن علشان أبعت السيجنال ما بين السورس والديستنيشن، ده ترانسميتر أهو، ده ترانسميتر وده ريسيفر. إذا ما بعت سيجنال كده هيحصل ديستورشن. الكلام ده أنا برضك إيه شرحته قبل كده في حاجات كيسز تانية. لما يحصل رايز تايم وفولينج تايم هنا، كان زي قلنا الترانسميشن ميديا ده بياكت كلوبس فلتر. لو الرايز تايم صغير فبيطلع بسرعه وينزل بسرعه، يبقى ممكن ابعت بالس رفيعه التاو بتاعها يكون صغير. لو السيجنال عند الريسيفر محتاجه زي الاحمر ده، محتاج وقت اكتر عشان يكمل، عشان يطلع ليه الستيدي ستيت هنا فوق ويعمل له ديتكشن، في الحاله دي محتاج البالس تبقى الويتس بتاعها اكبر شويه. يعني هو مش صغير وخلاص يعني. اوكي، يعني هو احنا يعني معلش يعني احنا اصلا مش بنحاول نصغره، هو احنا بيبقى على حسب السيجنال بتاعنا يعني السيستم كله نصغره، بس في حدود السيستم يعني، ما يعني ليه مينيمم برضه. اوكي تمام، شكرا. المينيمم ده بتحدد من الديستورشن اللي بيحصل في السيستم علشان اقدر ريكفر سيجنال عند الريسيفر. طيب خلينا نعمل هنا جايد كده زي ما عملنا قبل كده. طب ايه اللي انا عملته ده؟ انا جيت هنا عشان تكون فاهمين عملت ايه. جيت هنا عند السامبلنج سيجنال دي، ليها كونستانت امبليتيود وويتس كونستانت اهو، الويتس كونستانت تاو كونستانت وكونستانت الدريفر تي اس ستارتنج تايم. فجيت عند دول وعملت جايد لاينز اهي عشان امشي عليها في تو كيسز اللي هما البالس ديوريشن موديليشن والبالس بوزيشن موديليشن. فالبالس ديوريشن موديليشن واضح من اسمه ان هو بغير في البالس ويتس اللي هو التاو ده، بدل ما يبقى كونستانت يبقى فاريبل، والفاريشن بيريبريزنت الامبليتود بتاع ام تي. بس هنا في نقطه ان هو هل لما يكون ام تي بزيرو، هل لما يكون ام تي بزيرو زي هنا يبقى البالس ويتس ده بزيرو ولا بتاو ولا بقيمه تانية؟ ففي الحقيقه هنا علشان اقدر اعمل موديليشن لسيجنال بوزيتيف ونيجاتيف، فباجي بشوف الرينج بتاع مين، بتاع ام اوف تي اهو، ده الام مينيمم واللي هو ده ام ماكسيمم. ماشي، دي اول حاجه بعملها. تاني حاجه بعملها بشوف اقل ويتس اقدر اوصل له قد ايه، زي مثلا ده اهو اقل ويتس اقدر اوصل له قد ايه، واكبر ويتس اقدر اوصل له قد ايه، اللي هو مثلا في الرسم هنا اللي هو ده اللي هو يعني وزن التي اس. اخلي اقل ويتس كورسبوندنج ل المينيمم واكبر ويتس كورسبوندنج ل الماكسيمم. خلاص، هنا للحظ ان هو السامبل نفسها جت عند المينيمم والماكسيمم، بس مش شرط يعني اللي هي البوينتس دي
تيجي يعني تيجي سيجنال في اي مكان، بس ده المينيمم اهو وده الماكسيمم. فبشوف المينيمم ده اخليه كورسبوندنج لاقل ويتس، واشوف الماكسيمم ده واخليه كورسبوندنج لايه لاكبر ويتس، واي فولتج بقى ان بتوين هنا اعمل له ايه لينير مابينج ل لويتس بناء على لينير ترانسفورميشن. يعني هلاقي في الحاله دي الزيرو اهو كورسبوندنج ل ويتس ان بتوين ما بين المينيمم والماكسيمم خلاص. فطبعا الزيرو فولت مش معناه زيرو ويتس ولا معناه ان التشنج بزيرو، ولكن هو المينيمم بشوف المينيمم والماكسيمم واعمل لينير مابينج لايه لقيت بقيه الرينج بتاع الفولتج يعني ما بين المينيمم والماكسيمم. فلو بصيت هنا هتلاقي الزيرو ده يعني اولموست في النص، فهتلاقي الويتس هنا بروبورشن ل الديفرنس بين المينيمم والزيرو. هنا السيجنال اكبر شويه فالويتس اكبر، هنا السيجنال اكبر كمان فالويتس هنا اكبر، ترجع تقل تاني هنا فالويتس اقل، وهكذا لغايه لما يوصل للمينيمم الويتس مينيمم، وبعد كده يبدا يزيد تاني. فبالتالي هنا الامبليتيود بتاع الميس سيجنال ام اوف تي كودد في الويتس مش في الامبليتيود، فعشان كده اسمه بالس ديوريشن موديليشن او بالس ويتس موديليشن. طب الثالث نوع بقى اللي هو البالس بوزيشن موديليشن، ان انا الستارتنج تايم ده بدل ما ابدا البالس كل تايم تي اس، لا ممكن اخليها تبدا بدري او متاخر على او اصير متاخر يعني بناء على الامبليتود بتاع ام اوف تي برضه. يعني الستارتنج تايم ده مش هيبقى كونستنت مش كل تي اس برضك. هنا من نفس الفكره اشوف المينيمم كام واخليه دون اقل تايم ابدا فيه، والماكسيمم كام ده اخليه ابعد تايم او اكبر تايم ابدا فيه البلس. بس البلس ويتس اهو تحت هنا اهو البلس ويتس كونستنت خلاص. فببساطه خالص عشان يعني تعمل حاجه زي كده ممكن تعملها دايركت من ام اوف تي مباشره، او تستفيد ان انت اوريدي عملت البلس ديوريشن موديليشن، فالتاو اللي هنا الجديده دي كورسبوندنج ل ام اوف تي عند الزيرو. فهاجي هنا طبعا انتوا قسم الكمبيوتر فاميليار باللوجيك سيركتس اللي هو نيجاتيف اتش تريجر، فهجنريت بلس بنيجاتيف اتش تريجر واخد يعني بعد ما اعمل البارس ديوريشن موديليشن اعديه على نيجاتيف اتش تريجر بارس جنريتور، وبالتالي يبقى الديلي اللي حصل ده اهو بروبورشن للويتس على طول، ده اللي هو بروبورشن في الاخر للامبليتيود بتاع ام اوف تي. انا عملت دلوقتي ثلاثة عشان الرسمه مليانه. الديلي ده كورسبوندنج للويتس، ده كورسبوندنج للامبليتيود، ده فيبقى الامبليتيود ده ريبريزنتد في ايه لو بارس ديوريشن موديليشن في الويتس ده، والامبليتيود ده برضك هو لو انا استخدم السيستم الثاني اللي هو بارس بوزيشن موديليشن ريبريزنتد في الديلي ده. واضح؟ فانا هكمل بقى الرسمه او اخد نيجاتيف اتش تريجر من البارس ديوريشن موديليشن اطلع الايه اطلع البارس بوزيشن موديليشن، وممكن اعمله البارس ديوريشن موديليشن على طول البارس بوزيشن موديليشن على طول. هل في حد عنده اي سؤال هنا؟ هي الفكره كلها زي ما في زميلكم سالت من شويه ان انا ابعت البارس الويتس بتاعها صغير ولا ايه، لا هو البارس اشوف اقل بارس اقدر ابعتها واكبر بارس اقدر ابعتها طبعا وزن التي اس، والفرق ما بينهم ده اعمله لينير ترانسفورميشن من الامبليتيود بتاع ام اوف تي للتايم بتاع البلس سواء ويتس او ستارتنج تايم. دكتور انا مش فاهم اللي هو الحته بتاعت النيجاتيف ايدج، يعني ليه عند النيجاتيف ايدج البلس بتبدا؟ مش انت خدته في اللوجيك سيركتس بوزيتيف ايدج تريجر ونيجاتيف ايدج تريجر؟ تمام. طيب البوزيتيف ايدج تريجر ده السيركت بتطلع اوتبوت عند البوزيتيف ايدج بتاع الانبوت كتريجر، يعني مثلا الاوتبوت مثلا فليب فلوب الاوتبوت بتاع 1 ولا 0 هيتحول من الكلوك عند بدايه الكلوك ولا في نهايه
دكتور صوت حضرتك بيقطع. البلس هو صوت حضرتك قطع يا دكتور مانش. النقطة هنا ان انا باجي بعمل سيركت بتطلع بلس اهي، بس تبدا امتى بيبقى ليها تريجر ان هي تطلع بلس. التريجر ده اخده من سيركت قبلها او من الويف فورم دي اللي هي اوريدي فيها الويتس بتاعها بيريبريزنت ام اوف تي. فانا ممكن التريجر ده اخده من البوزيتيف ايدج، يعني البوزيتيف ايدج هطلع بلس، او عندي النيجاتيف ايدج. انت خدت فري فلوبس وعرفت ان هو الفري فلوب لما يتغير من 1 ل 0 او 0 1 محتاج تريجر عشان يتغير كده. التريجر ده هو اللي هو الكلوك، فممكن يتغير عندي بدايه الكلوك او كبوزيتيف ايدج او نيجاتيف ايدج. يعني ايه بوزيتيف ايدج تريجر ونيجاتيف ايدج تريجر؟ يعني الاوتبوت يطلع عند النيجاتيف ايدج بتاع الانبوت او عند البوزيتيف ايدج بتاع الانبوت. واضح ولا مش واضح؟ تمام يا دكتور. طيب في اسئله تانية؟ طبعا يعني تفضل. هو انا لازم اعمل سي عشان اعرف اعمل بي على كده ولا ايه؟ عشان لازم هي تعمل ايه؟ يعني على كده انا لازم استنتج سي عشان اعرف اجيب منها دي ولا على حسب؟ ما انا قلت من شويه ان انت ممكن تستفيد ان انت عندك سي اللي هي بالس ديوريشن موديليشن واجيب منها البالس بوزيشن موديليشن، او ممكن تعمل بالس بوزيشن موديليشن على طول. تمام. لان هما الاثنين بيتعملوا ازاي؟ بيتعملوا ان في كاباستنس عاوز ارسمها بلون تاني خالص. ان في كاباستنس كاباستنس اهي ماشي، بيحصل لها تشارجنج. لو انا بقى رسمت الاكسس هنا بيحصل الكاباستنس بيحصل له تشارجنج كده ماشي. باجي عند ثريشولد جاي طبعا بتريجرد من ام اوف تي، باجي عند الثريشولد ده بيكون في كومباراتور. بعد كده بعد لما يعدي الثريشولد الكومباراتور يطلع اوتبوت. فالاوتبوت ده قد يكون استفيد بيه ان انا اكنترول البلس او اكنترول التريجر او اكنترول الستارتنج تايم بتاع الكلوك. فانا ممكن من الكومباراتور الاوتبوت بتاعه اجنريت البلس ديوريشن موديليشن، ومن البلس ديوريشن موديليشن اجنريت البلس بوزيشن موديليشن اللي هي الاخر واحد، او ان انا اخد من الكومباراتور دون على طول اجنريت اخر واحده اللي هي البلس بوزيشن موديليشن. واضح؟ تمام واضح. في اسئله تانية؟ طيب ننقل بقى للجزء اللي بعد كده اللي يعني في بدايه المحاضره اللي فاتت قلنا علشان نتكلم على ديجيتال سيستم. فالبيام داون ستيل انالوج، عشان نتكلم على ديجيتال سيستم لازم نعمل تو بروسيس، اول بروسيس اللي هي السامبلنج، وتاني بروسيس اللي هي الكوانتايزيشن اللي هي دي. فالكوانتايزيشن باخد السيجنال ام اوف تي واعديها على كوانتايزر تطلع ديسكريت. الكوانتايزيشن ده بيعمل ايه؟ بيحدد ليفلز معينه السيجنال ايه تاخدهم، وبالتالي الكوانتايزر ترانسفير فانكشن اهي ده ريليشن شيب ما بين الانبوت والاوتبوت. الانبوت فين؟ ده الانبوت اهو وده الاوت. خلاص زي ما شايفين هنا ان ممكن الاوتبوت كليفل اخد الزيرو نفسه كليفل، او اخد ستيبس دي دلتا. خلاص او ان انا اخد الثريشولد عند ايه؟ عند الزيرو. فالفرق ما بينهم بس ده اسمه ميد ريد وده اسمه ميد رايز. لو بصينا هنا لاي سيجنال بقى، خليني ارسم لك سيجنال عشان تبقى واضحه. ده التايم اهو. لو دي ساين ويف اهي. ممكن الفرق ما بينهم تاني؟ حاضر.
هرجع له تاني بس خليني اشرح دي وارجع لها تاني. الكوانتايزيشن هنا هاخد الكوانتايزر يبقى الليفل ده ده ليفل 1 ده 0 ده ليفل كده اهو ده مثلا ايه 1 2 3 وهكذا لغايه ان ان ليفلز مثلا. السيجنال لو هي اكبر من هاخد بقى الثريشولد بالنصين ده 1 في ثريشولد 1 في ثريشولد 2 وهكذا لغايه في ثريشولد طبعا ان ماينس 1 لان هنا ال n levels محتاج ايه ما بينهم هيبقى في n minus 1 separators. فبالتالي لو حصل ان السيجنال هنا لو خدنا مثلا السيجنال عند التايم ده عند الزيرو عند ال عند الزيرو مثلا هي اقل من الثريشولد ده فبالتالي انا اخدها هي الليفل ده. لو جينا مثلا سيجنال تانية مثلا سي هنا اهو سيجنال تانية هنا اي عند الليفل اللي انا عملت له خط بالازرق ده اباف الثريشولد فبالتالي هقربها لايه للليفل اللي فوق خلاص. في اي سيجنال بقى هنا اقرب هتشوف اقرب يعني مثلا عند الواحد تاني اهو يبقى هاخده الليفل اللي فوق خلاص. هنا مثلا هاخده الليفل اللي ايه اللي تحت فبالتالي على حسب انت السيجنال بكام لما تيجي تعمل لها سامبلنج او تشوف الفاليو بتاعتها بكام وهقربها لو هاخد الفاليو بتاعتها مباشره زي في البام يبقى ستيل انالوج. لو قربتها للليفل من الليفلز الان دول يبقى تحولت لايه لديجيتال. يعني زي ما قلنا من شويه ان ديجيتال وطبعا انت عرفت من كورس السيجنالز مش لازم باينري الباينري اي نعم ديجيتال بس الديجيتال يبقى ياخد سيرت النمبر اوف ليفلز وخلاص واضح. فبالتالي هنا بيبقى فيه n levels و n minus 1 thresholds. الترانسفير فانكشن زي ما شفنا السؤال اللي كنت بتسأليه الفرق ما بينهم في الرسمه اللي انا رسمها دلوقتي دي شايف الزيرو نفسه ليفل والثريشولد تحتيه وفوقيه. يعني بصوا هنا الزيرو نفسه هو ليفل من الليفلز اللي باخدها والثريشولد يبقى دلتا على الاثنين فوق ودلتا على الاثنين تحت. الثريشولد هنا اهو يعني دي دلتا الثريشولد هنا دي دلتا على الاثنين ودلتا على الاثنين اهي دلتا على الاثنين ودلتا على الاثنين. ممكن اخد اعمل كوانتايزيشن تاني بحيث ان الثريشولد يبقى عند الزيرو ويبقى الليفل اللي هاخده فوق وتحت. يعني لو حبيت ارسمها في التايم عشان برضك تبقوا شايفينها يعني ارسمها فوق هنا على اليمين ممكن اعمل كده. ممكن اخد الثريشولد اهي سوري الليفلز اهي والثريشولدز في النص ما بينهم هيبقى الزيرو نفسه الثريشولد خلاص. فبالتالي الاثنين دول سوري هرجع هنا اللي هو واحد اسمه ميد رايز ميد ريد ده لما الليفل نفسه لما زيرو يبقى ليفل والثريشولد طبعا ما بين الزيرو الليفل زيرو والليفل اللي فوقيه. الميد رايز ان يكون الثريشولد اباف الزيرو وبلوس زيرو سوري الليفل اباف الزيرو وبلوس زيرو والثريشولد نفسه هو الزيرو. واضح ولا لا؟ اه تمام يا دكتور انت شكرا. طيب طبعا لو انا هرجع تاني معلش للسلايد اللي فاتت دي لو انا قربت الليفل ده لاقرب ليفل اللي هو فوقيه هنا الفرق ما بينهم الفرق ما بينهم ده ايه اللي هيحصل فيه؟ هل اقدر ارجعه تاني ولا لا؟ الفرق دون هقدر ارجعه تاني ولا لا؟ في الحقيقة مش هقدر ارجعه تاني لسبب اساسي ان انا ما بعتش اي انفورميشن عنه. انا هبعت قيمة الليفل اللي فوق ده اللي هو الابروكسيميتد ايه فاليو ولكن مش هبعت اي انفورميشن على الفرق ما بينهم. فبالتالي هنا هنلجأ لحاجة هتحكم في عدد الليفلز اللي هو الان ده
لو الجزء الصغير ده اللي انا يعني عملت له ابروكسيميشن هياثر على الكواليتي بتاعه السيجنال في الحاله دي هزود عدد ايه الليفلز بحيث يقربوا لبعض اكتر يعني. فبالتالي ايرور الايرور هنا في حدود كام؟ الماكسيمم ايرور بكام؟ دلتا اوفر 2. اه دلتا اوفر 2 ليه؟ لان لو هي بلوس ريشورد هعتبرها بالليفل اللي تحت، ولو اباب ريشورد هعتبر الليفل اللي فوق. لو هي اكبر من دلتا اوفر 2 يبقى دخلت في الايه في الـ في الليفل اللي في الريشورد اللي فوق خلاص. فالايرور هيبقى ميجرد من الريشورد للليفل، فبالتالي ماكسيمم دلتا على الاثنين. هي في الحقيقه بقى يعني ده مش اسمه ايرور، ده اسمه يعني equivalent لنويز. ان انت عارف طبعا النويز بتبقى راندوم سيجنال ضافت على السيجنال بتاعتك، فانت مش عارف قيمتها قد ايه، فهو دون هنعتبره ان هو ايه نويز، كوانتايزيشن نويز، as if it is نويز خارجيه. ولكن كوانتايزيشن نويز الفرق ما بينهم الاساسي ان النويز الخارجيه ان انت مش ما عليكش كنترول عليه، ولكن الكوانتايزيشن نويز انت تقدر تتحكم فيها شويه ان انت تزود نمبر اوف فيبرز او تقللهم على حسب انت عاوز الاكيوريسي قد ايه. طيب فده كده شكل بيمثل ايه الساين ويف اللي انا رسمتها من شويه بس كوانتايزد بقى خلاص. الايرور اللي تحت ده فزي ما زميلكم قال ان الايرور هنا الماكسيمم بتاعه اهو دلتا اوفر 2 ما بين ماينس دلتا اوفر 2 دلتا اوفر 2 خلاص. فبالتالي لو هو الايرور ده كبير هزود نمبر اوف ليفلز فالدلتا هتقل، يبقى الايرور ايه او النويز قلت. طب عاوز بقى عاوز يعني بطريقه ما اطلع رقم بقى علشان اقول اه ده كبير او صغير، يعني محتاج ازود الليفلز او لا. فطلعوا بحاجه اسمها كوانتايزيشن نويز، عملوا لها ايفالويشن. فزي ما انت ما شايف هنا ده الكيو ده الكوانتايزد ليفل خلاص، ده الكوانتايزد ليفل ده ده الكوانتايزيشن نويز ودون السيجنال ام. طبعا التو كوشن اللي فوق دول هم بس اللي انت عارف لما احنا نتعامل معاه دلوقتي كبروبابيلتي ان هو راندوم فاريبل. فانت عارفين ان الراندوم فاريبل بيبقى ريبريزنتد بابر كيس واللور كيس دي يعني سيرتن فاليو منه يعني. ودون هنا السيجنال ده الاوريجينال سيجنال وده هنا الكوانتايز سيجنال. يعني لو رجعنا في الرسمه اللي فاتت الكوانتايز سيجنال اللي هي دي هي الفي، والاوريجينال سيجنال اللي هي الدوت دي هي الام، والكيو هي اللي تحت دي ودي كيو اللي هو الفرق ما بين الكيو دي ليها ماكسيمم اللي هو يعني او سوري الدلتا دي هي الفرق بين ام مينيمم تحت اهو وفوق هنا ده ام ماكسيمم. الفرق بينهم على عدد الليفلز ان اللي هو 2 ان ماكسيمم اوفر ايه اوفر ال ال ده نمبر اوف ليفلز ودي الستيب سايد. خلاص كده واضح ولا في حد عنده سؤال؟ يا دكتور اخر حته ديت معلش الستيب سايز اللي هي الستيب سايز اللي هي دي ماشي. هنا معتبرين ان المينيمم والماكسيمم قد بعض والسنتر هنا ده زيرو
ده التايم اكس ده، فاصبحت الجزء اللي تحت ده قد الجزء اللي فوق، يعني ما بين المينيمم والزيرو هو ديس ما بين الزيرو والماكسيمم، فبالتالي المسافة دي كلها اصبحت ان هي 2 ام ماكسيمم. التوم ماكس المسافه دي على الدلتا الصغيره دي يديني النمبر اوف ليفلز، هنا النمبر اوف ليفلز بس مسمينه ال، يعني ال هنا النمبر اوف ليفلز. طيب فترى احنا نتعامل معاها كبروبابيلتي ديستريبيوشن، لازم اجيب الديستريبيوشن بتاعه. لو بصيت هنا اهو هرجع تاني، ترى ما الدلتا صغيره خلاص. سؤال ليكو، هل ممكن اعتبر ان الـ ان الايرور يونيفورم في الرينج بتاع بلس وما نزلت على الاثنين ولا لا، ولا مايل اكتر ان هو يكون ناحيه الزيرو او ناحيه دلتا على الاثنين او ناحيه ما نزلت على الاثنين، ولا اجزبري باليد ان احنا نعتبره يونيفورم يعني كونستانت؟ يعني هيبقى سيجنال ام اف تي دي سيجنال عادي اي سيجنال خلاص، مش باز ان هي تكون ناحيه فولتج معين او لا. فبالتالي الايرور ده مع الصغر بتاع الدلتا، الدلتا صغيره، فبالتالي اتس فيري فاليد ان احنا نعتبره يونيفورم ديستريبيوشن خلاص. ففي الحاله دي الايرور لو انا رسمته اللي هو اف كيو اوف كيو ده ال PDF بتاعه as a function of Q هيبقى uniform من دلتا على الاثنين لما نزلت على الاثنين. طب لو هو uniform من دلتا على الاثنين لما نزلت على الاثنين، الهايد بتاعه يبقى بكام؟ طبعا البيز هنا دلتا صح؟ الهايد بتاعه يبقى كام؟ واحد على دلتا. واحد على دلتا ليه بقى؟ عشان area under the curve في طالما هو PDF probability density function، طالما هو PDF area under the curve ب1، فلما البيس بدلتا يبقى الهايت على طول ب1 over دلتا اللي هي الايكويشن دي. يبقى f q of q equals 1 over دلتا من اول q ما نزلت على 2 دلتا على 2 و0 otherwise. واضح؟ طيب عشان تعرف بس احنا عاوزين نعمل ايه، احنا عاوزين نعمل evaluation، نجيب رقم يريبريزنت النويز دي او الايرور دون قد ايه عشان اقول acceptable ولا مش acceptable. ده اللي احنا عاوزين نعمله دلوقتي. فالرقم اللي احنا هنجيبه دلوقتي بيريبريزنت النويز دي، هل تفتكر اخد الماكسيمم بتاعه ولا المينيمم ولا الافريج ولا حاجة تانية خالص؟ الماكسيمم معروف دلتا على الاثنين هيبقى، وهو ده مش ريفرنس ليه؟ لأن الماكسيمم ده ممكن يحصل كل فترات كبيرة مثلا خلاص؟ فالماكسيمم مش ريفرنس. الأفريج طبعا هيطلع بزيرو لأن احنا اعتبرنا يونيفورم ديستريبيوشن من ما نزلت على الاثنين لدلتا على الاثنين، فبالتالي الماكسيمم مش ريبريزنتيشن والأفريج مش ريبريزنتيشن. هو في الحالات كتيرة بناخد حاجة اسمها ال RMS root mean square value، او بمعنى اصح انه هناخد الباور اللي فيها، احنا عاوزين نجيب الباور اساسا يعني. فالباور هي عباره عن سيجما سكوير اوف دلتا اللي هي الاكسبكتيشن بتاع الكيو. الاكسبكتيشن بتاع الكيو من الديستريبيوشن اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل انتجريشن من ماينس دلتا على 2 لدلتا على 2 خلاص لكيو سكوير في اف اوف كيو. خلاص اف اف كيوب كام في الرينج ده؟ ب1 اوفر دلتا. خلاص بعد ما تعمل انتجريشن ده طبعا انتجريشن سهل، هتطلع دلتا سكوير على 12. السيجما دي بتريبريزنت ايه؟ دي بتريبريزنت النويز باور. ده بتريبريزنت النويز ايه؟ باور. طبعا لو النويز باور كبيرة خلاص، لو النويز باور كبيرة يبقى صغر الدلتا، لو كبيرة أكبر من اللي أنا إيه متوقعه.
او اللي هو acceptable للسيستم. طب هسألكوا سؤال هنا، لما اقول النويز باور كبيره او صغيره، هل هي absolute ولا relative؟ يعني في رقم كده اقول هو ايه ما قبلش ولا relative لحاجه؟ اكيد relative. اكيد relative لحاجه. ايه هي بقى الحاجه اللي هي relative بيها ليها؟ الحاجه اللي هي relative ليها اللي هي السيجنال باور بقى، لان خلي بالك هرجع تاني واقول ان احنا الرسمه دي احنا في الاخر عاوزين نبعت مين؟ عاوزين نبعت ام اوف تي، خلاص. فنشوف الباور اللي دي بتاعت النويز بالنسبه للباور بتاعت ام اوف تي، وديا ليها ترم معروف اسمه يعني مفهوم مشهور قوي في الكوميونيكيشن سيستم، اسمه اس ان اس تو ان، اللي هو سيجنال تو نويز ريشيو. السيجنال تو نويز ريشيو ده ان السيجنال قد ايه بالنسبه للنويز. طبعا المفروض الرقم ده كل ما كبر كل ما كان احسن، خلاص. فده اللي احنا هنعمله دلوقتي، خلاص. يبقى احنا كده جبنا النويز باور ان ترمز اوف دلتا، يعني جاست مانيبيليشن. يعني طبعا عارفين ال L دي هي النمبر اوف بيتس، ال R دي هي النمبر اوف بيتس لو انا حولته للباينري، نمبر اوف بيتس، وده النمبر اوف ليفلز. فالريليشن ما بينهم هو 2 تو ذا باور ار. دي انتوا طبعا قسم كمبيوتر فاميلير بيها قوي يعني، خلاص. عندي مثلا 8 ليفلز ممكن احطهم في 3 بيتس، خلاص. طيب تعالى بقى نشوف السيجنال تو نويز ريشيو هنجيبها ازاي. اي اس ان ار او السيجنال تو نويز ريشيو تكتب كده او كده. فالدلتا هنا هي عباره عن 2 ان ماكسيمم على 2 ار. في الاخر خالص طبعا هنا بس تعويض يعني بسيط. فالسيجنال تو نويز ريشيو هنا اللي هو بقى سيجنال باور اللي هي البي على سيجما سكوير على اللي هي النويز باور. فكيو دي هي جايبنا من هنا، فهتطلع الايكويشن دي، خلاص. الايكويشن دي بتدي ايه؟ حد بقى يقدر يقول لي بناء على الشرح اللي انا قلته ده؟ امين عاطف؟ عاطف دي ولا ايه؟ امين، ايوه يا دكتور. امين عاطف؟ ماشي. اخر ايكويشن دي تدي ايه؟ هتديني السيجنال تو نويز ريشيو. المفروض انا منها انديكيت الريشيو بتاعت النويز على الباور بتاعت السيجنال على الباور بتاعت النويز، عشان من خلالها اعرف اذا كان النويز ده اكسبتبل. انا على الرقم ده احدد الكواليتي بتاعت السيجنال اكسبتبل ولا مش اكسبتبل، لان الكواليتي بتاعت السيجنال مش هي باور بتاعتها قد ايه ولا النويز قد ايه، هي باور بتاعتها قد ايه بالنسبه للنويز، هي اكبر من النويز بقد ايه. ولا شكرا. طيب ده جنرال كيس. في سبيشال كيس بقى مهمه اللي هي ايه؟ سينوسويدال سيجنال. سينوسويدال سيجنال هنا لما يكون ام اوف تي ساين ويف، لما تكون ام اوف تي ساين ويف، ام اوف تي ساين ويف الباور بتساوي كام؟ اسكور على 2، صح ولا لا؟ الساين ويف الباور اللي فيها ايه؟ اسكوير على 2 ايه ماكسيمم، خلاص. فبرضك شويه تعويض بس بسيط هنا اهو، هيدينا سيجنال تو نويز ريشيو هي الفاليو دي بقى اللي هو 3 اوفر 2 تو ذا باور 2 ار. الار هنا نمبر اوف بيتس كورسبوندنج ل سيرتن ليفل. دون ديان ريشيو، الريشيو ديان اليونت بتاعتها كام؟ يونتلس.
يونتلس بالضبط ما لهاش يونت. وبالتالي الباور ريشيو بالذات خلي بالك في كمبيوتر وكوميونيكيشن وباور ان في كيسز كتيره بعبر عن الباور كدي بي طالما هي الباور ريشيو كدي بي. لما اجيب اللوج هيديني يعني 10 لوج 10 لوج الكلام ده هيدينا هنا equal 10 log 3 over 2 plus 10 log أو 20 بقى هتبقى 20 log two over r. لما أجيب اللوج ده لما أجيب اللوج ده هتلاقيه في الاخر هو قيمته كده 10 log 3 over 2 اللي هي 1.8 و 20 log 2 to the power r لما تحول ل log to the base 10 ده هيديك خلي بالك هنا البيس 10 خلاص مش البيس 2 فهيديك هنا 6r. ده اللي احنا يعني اللي احنا عايزين نوصله دلوقتي عشان نركز بس 3 equations. اول equation هرجع للسلايد اللي فاتت اللي هي دي اللي هي general كسيجنال تو نويز ريشيو والتو equations دول اللي هم يعتبروا حاجه واحده برضك بس representation في كدي بي وكrepresentation كريشيو. السؤال بقى لو حصل ان السيجنال تو نويز ريشيو مش اكسبتبل اعمل ايه؟ انا عاوز ازود الرقم ده يبقى اعمل ايه هنا؟ ازود الار ازود الار اللي هي number of bits يبقى الار تزيد او بمعنى اخر ان ال تزيد. ايه هي ال دي اللي هي ايه اللي هي number of levels اللي هي relationship ما بينهم log to the base 2 واضح؟ لما ازود الليفلز ده يؤدي الى ايه؟ ان الدلتا هتقل يعني اقل الستيب سايز اللي هو الليفل الفولتج ما بين تو سكسيسيف ليفلز. في حد عنده اي سؤال؟ طبعا يعني في التوتوريال هتحلوا مسائل على الجزء بتاع النويز دون وتبقوا ايه فاميليار بيه اكتر. ولكن المفروض دلوقتي ككونسبت واضح ان احنا دلوقتي عشان نحاول من انالوج ديجيتال لازم نعمل تو ستيبس. الاول نعمل سامبلنج وبعدين كوانتايزيشن. الكوانتايزيشن لقينا ان احنا نعمل ابروكسيميشن لليفلز ومش هنقدر نرجعها تاني فاتحسب الافكت بتاع الجزء اللي اتشال او اتحط ده. وبالتالي هنشوف السيجنال اكسبتبل ولا لا. الريفرنس اساسا عندنا دلوقتي ترم جديد احنا لسه واخدينه دلوقتي اسمه سيجنال تو نويز ريشيو. كل ما كان سيجنال تو نويز ريشيو اكبر كل ما كان احسن. فاحنا حسبناه لمين للكوانتايزيشن افكت اللي هو كوانتايزيشن نويز. وبالتالي هيبقى هنا بناء على الريكوايرد سيجنال تو نويز ريشيو اقدر احدد استخدم number of bits قد ايه او equivalent number of levels قد ايه او equivalent step size قد ايه. يعني الثلاث حاجات دول related لبعض. في حد عنده اي سؤال؟ يا دكتور معلش هو احنا بنعمل السامبلينج والكوانتايزيشن ولا بنعمل ده او ده؟ لا two steps نعمل ده وده. هنعمل سامبلنج الاول وهنيجي عند كل سامبل نقربها الليفل. اوكي تمام ماشي. طيب نعم اتفضل. هو في الحته لما حضرتك قلت ان دوت ان العلاقه يونيفورم يعني هو ليه حضرتك قلت كده مع ان كان ما بين الدلتا على 2 والنيجاتيف دلتا على 2 كان الايرور مش يعني مش منتظم. ما هو مش منتظم هو اللي هو هنا ده ما هو النقطة ان هو
variable هما ده، بس خلي بالك ان الاكس اكسس ده تايم، الاكس اكسس ده تايم ماشي. لما اجي بقى هرسم له probability density function، انت فاهم يعني ايه probability density function؟ يعني ايه؟ يعني قد ايه بياخد الليفل ده، قد ايه بياخد الليفل ده، كل ليفل بياخده قد ايه من نسبة للباقيين. ده هو بياخد الليفل مثلا حوالين الزيرو اكبر، يبقى لما هرسم البي دي اف بتاعته هاجي عند الزيرو اكبرها شويه، طبعا مش شويه راندوم يعني، هتبقى ليها ايكويشن بتديسكرايب الكلام ده. ولكن احنا اعتمدنا هنا ان الدلتا اوفر تي دي صغيره، دلتا اوفر 2 صغيره، وبالتالي مفيش يعني بايز او الاولويه لليفل عن التاني. فكابروكسيميشن قلنا خلاص هنخليهم كلهم نفس البروبابيليتي ديستريبيوشن في يونيفورم. تمام يا دكتور ماشي. تمام. تاني قرار اعتمادا على ان المسافه دي صغيره، لو المسافه دي كبيره ما كناش نقدر نعمل ابروكسيميشن ده. اسئله تانيه؟ طيب هو السيستم اللي فاضل بعد كده هو بارس كود موديليشن، بس اعتقد ان احنا ممكن نقف عند، لان ده هياخد له بردك وقت عشان هو ناخده كسيستم وترانسميتر وريسيفر، فنهقف عند البارس كود موديليشن ده ان شاء الله هناخده المره الجايه. وده بردك يعني واحد من الفيري كومن ديستريبيوشن سوري موديليشن تكنيكس المستخدم في الديجيتال كوميونيكيشن سيستمز. لو مفيش حد عنده اسئله انا هنهي الكل غير كده يعني. دكتور هو ان شاء الله المره الجايه اخر محاضره؟ ان شاء الله. تمام يا دكتور شكرا. هنخلص فيها البارس موديليشن وناخد جزء يعني ايه من اللي هو الباس باند ديجيتال موديليشن، بحيث يبقى عندك فكره عنه. لو سمحت يا دكتور. اتفضل. هو احنا بعد ما بندخل بعد ما بنعمل سامبلنج للسيجنال بندخلها على كوانتا